بنى المصري القديم الإهرامات لاعتقاده في فكرة البعث إلى حياة جديدة. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. والعودة إلى الحياة مرة أخرى. استغفر الله العظيم. أما فكرة بناء المعابد القديمة فقد كانت لعبادة الشمس. استغفر الله. كذلك كانت فكرة المشلات التي هي أصابع ذهب تشير إلى الآلهة، ومنها استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. أنت بتقولي إيه يا نشا؟ معلش يا دكتور، أنا عايزة أسيب المحاضرة. ليه؟ مش هقدر أسمع كلام الكفر والإلحاد ده. ولما أنت بتسمعي مني كلام كفر وإلحاد، دخلت ليه من الأول كلية الآثار؟ دخلت الجامعة ليه من أساسه؟ اتفضلي وما تحضري ليش تاني. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. انت بتقول ايه يا بنت؟ هو يقول كلمة الحق يطرد؟ ايه؟ طب احنا بقى مش هنسكت، وكمان هنعمل اعتصام هنا. وانتوا الاتنين كمان مش عايزكم تاني. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. دمروا رموز الفساد. هدول الحرم فين الأمن؟